نحن اولا رابطتنا كانت بالكتله النقديه اللي كانت يسموها للرواتب والاجور كانت 2 مليارات دولار. نحن اليوم ما عم نقبض 200 مليون 300 مليون دولار. ك 200 مليون دولار هاي بيطلعوهم بس من بدلات الايجار اللي عم يقبضوها من الدوله من الكاش دولار، هودي بس بيطلعوهم من مردود المطار اللي وقتها أقروها بموزن في 2022 وصاروا يقبضوها وما بين منها شيء. هلا إذا بنحكي عن الشرعية أكيد منها شرعية، لأنه اليوم نحن عم نحكي عن فتح اعتماد إضافي بميزانية بموازنة غير مقررة. يعني احنا عم نحكي عن موازنة 2023 مفترض من تشرين تاني تتحول على مجلس النيابة وتتصدى لغاية اليوم ما تصدى، وبالتالي هن اليوم عم يفتحوا يعني إذا بدهم يزيدوا لازم الحكومة تزيد مش هن يزيدوا. بالمفترض الحكومة تزيد على الموازنة وترجع تبعت الموازنة لمجلس النواب لحتى يقرها، مش المجلس النواب بقر اعتمادات إضافية. طيب ليش أخذوا هالإرادة؟ شو الخلفيات؟ اليوم وزير المالية بده تغطية بالنسبة لهذا الموضوع. للأسف اليوم طبعا وزير المالية اليوم ما قادر وفقا للقانون، لانه انت عارفين المفترض يصرفوا على الاثني عشريه وعم يصرفوا هلا على الاثني عشريه على موازنه المقرره بال 2022. اليوم موازنه 2022 كليتها بتتعادل تقريبا بحدوده ال 40 تريليون ليره لبنانيه. طيب اليوم معاشات الموظفين اذا بدها تنضاف بحسب الزياده الجديده ممكن توصل لحدود 3.7 او 4 تريليون شهريا، يعني وبالتالي الموازنه كليتها ما بتكفي. موازنه 2022 على الطريقه الاثني عشريه اذا بدنا نقسم ال 40 على 12 بيطلع كليتها ما بتطلع 3.2 تريليون. للاسف يعني مجلس النواب اليوم هو المفترض هذه الامور تحل في مجلس الوزراء وتحال الى مجلس النواب. اليوم نعم. مجلس الوزراء ما عم بيقوم بوظيفته لاسباب متعدده ما بدنا نحكي فيها، لكن الوظيفه الاساسيه هي وظيفه مجلس الوزراء. نعم. هو المفترض يعد الموازنه ويحدد الموازنه ويعمل خطه عمل ويحيل الى مجلس النواب للمصادقه عليها. اليوم مجلس النواب عم ياخذ وظيفه مجلس الوزراء بهذا الموضوع ليحل مشكله مستعصيه مثل ما قلت لك، ليحل مشكله كثير كبيره. اذا ما حلها رح نروح الى مشكله اكبر. اذا صار في هالاجماع هيدا على عدم دستوريه الجلسه وعدم الحضور وتلبيه معناته نحن رايحين الى ازمه كثير كبيره على مستوى القطاع العام. يعني اللي شو بده يصير؟ شو تداعيات اليوم اذا ما التأمت الجلسه؟ تداعياتها للفتره القادمه، لانه نحن انتخاب رئيس جمهوريه ما بنعرف يعني شو ممكن يصير في هذا الموضوع وامتى ممكن يصير في الانتخاب. بالتالي اليوم اذا بدنا ننطر لحتى ننتخب رئيس الجمهوريه لحتى نثبت زياده الزودات القطاع العام واعطائهم حقوقهم، معناته نحن واقعين بمشكله كثير كبيره بالقطاع العام ويمكن نروح لا اغفال شامل. دستور وين هي مصلحة البلد وين مصلحة الناس؟ الدساتير والقوانين تفرق اساسا على هذا على هذا الاساس.